وبالتأكيد لمناقشة كل هذه التطورات ينضم إلينا الآن من أربيل الكاتب والباحث السياسي سرمد الطائي. سيد الطائي أهلا بك على شاشة الحدث وضيفا مرة أخرى على برنامج حدث اليوم. إذا السلاح بيد الدولة لا الأحزاب السياسية في العراق هكذا يقول السيد الكاظمي، هل يمكن تطبيق هذا المسعى وهذا القرار فعلا؟ تحياتي لكم، تحيات للجمهور الكريم. في الحقيقة هو بنى الكاظمي مشروعية عمله على هذا الأساس، استعادة الدولة بعد شهور من الفوضى والقتل والمجازر المرتكبة بحق ثوار حركة تشرين المجيدة البطلة. لكن في نفس الوقت نجد أن الرأي العام كما الصحافة تتساءل، يعني هناك بطء، هناك تلكؤ، هل هناك جدية، هل هي شعارات؟ نعم. وما إلى ذلك. أنصار فريق الحكومة يقولون إنها لعبة جر حبل، تحتاج نفسا طويلا نسبيا، لأننا لا نتعامل مع دولة تريد أن تضبط السلاح وتضبط الأمور، نحن نتعامل مع دولة مختطفة الميليشيات خلال العامين الماضيين بشكل خاص استولت على الكثير من المفاصل الحساسة في الدولة. لذلك وصلنا الآن إلى أن نسمع الحديث عن سحب قوات احتياط من الاحتياط الخاص بمكافحة الإرهاب مع داعش، يجري سحبه اليوم لضبط الحدود في كما تفضل السيد اللواء في 7 منافذ حدودية مع ديالة مع إيران و5 في البصرة. حين نتحدث عن قوات احتياط معناه أن الجهاز المدني المكلف بضبط الأمور لا يستطيع أن يضبط الأمور، لأنه تحت تهديد ما أسماهم الكاظمي في زيارته لديالة. لفتت نظري هذه الكلمة التي استخدمها، قال أشباح أخذ قوات من مكافحة الإرهاب ومن وزارة الداخلية، طلب منهم بهذه العبارة: مخولون أنتم بإطلاق النار على الأشباح الذين يتحكمون بطرفي الحدود بين إيران والعراق. هذه قصة كبيرة. إذا كان هناك أشباح لا تستطيع الجهاز التقليدي لا يستطيع التحكم بهم، ونحتاج إلى استقدام احتياطي من القوات الخاصة، هذا معناه معركة كبيرة. وهذه في نقطة المنافذ الحدودية أو في معركة المنافذ الحدودية. ماذا عن سحب السلاح؟ الجماعات المسلحة هذه إلى أي درجة تبدو قادرة على القبول بهذا الوضع، أن تضع السلاح؟ كمراقبين داخليين نعتبر هذه كلها حقيبة واحدة، حزمة واحدة من الإجراءات. نعم. يعني خلية الكاتيوشا حين اعتقلوا ثم جرى إطلاق سراحهم، الجماعة التابعين لكتائب حزب الله في وقت سابق من هذا الشهر، قلنا انتهى الموضوع، قالوا انتهى الموضوع. أنا شخصيا قلت بل بدأ الموضوع وسنلاحظ هذه اللعبة تنتقل إلى ملفات أخرى غاية في الحساسية. ملف المنافذ لا يقل خطورة عن ملف الكاتيوشا، خلية الكاتيوشا التي كانت تقصف المنطقة الخضراء ومقرات الحكومة والسفارات وشركات نفط ومعسكرات للقوات المشتركة العراقية والأمريكية. نفس الجهة التي تقصف الكاتيوشا هي التي تسرق كما قال وزير المالية 8 مليار دولار سنويا تذهب إلى جيوب هؤلاء وحلفائهم لكي تجري تمويل تلك العمليات. يعني لا محتاجين دعم ما شاء الله لا من إيران ولا من غير إيران، دعم ذاتي. موضوع السلاح اللي بيد الميليشيات والعشائر هو نفس المشكلة، خرق سيادة الدولة والتخويف يعني يجري بسلاح. نعم، لهذا نسأل السيد الطائي وبعض الجماعات مثل ما ذكرت، من يمسك بالسلاح في داخل بغداد وفي المناطق الأخرى هو من يسيطر على المنافذ، مثلا ميناء أم قصر فيه 3 منافذ حدودية تسيطر عليها منظمة بدر، عصائب أهل الحق واللجنة الاقتصادية لسرايا السلام التابعة للصدر. إذا هل هذه الجماعات المسلحة هل تقبل مرة واحدة أن تضحي ب أو أن تتخلى عن كل ما تملكه في الساحة العراقية، سواء سلاح داخل بغداد والمدن أو المنافذ الحدودية؟ مع وجود ملاحظات حول بعض الأسماء التي أشرتم إليها، لكن بشكل عام أول أمر بحاجة إلى شفافية عالية وتحقيقات
وتسمية الأمور بأسمائها بلا شك دون مجاملة لأي طرف. إرسال القوات الخاصة العسكرية لهذه المنافذ حسب ما سمعنا من المصادر المعنية جاء بعد استغاثات قام بها القضاة المدنيون، طبعا قام بها الموظفو الجمارك، قام بها حتى ضباط الشرطة المحلية، لأن هؤلاء يجري تهديدهم من قبل العشائر المنفلتة ومن قبل الجهات المسلحة المنفلتة ومن قبل حتى أحيانا أطراف سياسية تجد أنها هي أعلى من الدولة. لذلك الموضوعات أكرر من خلية الكاتيوشا التي تقصف الحكومة والسفارات إلى الفاسدين في المنافذ إلى هذه المجموعات العشائرية وغير العشائرية، هذه حقيبة واحدة، حزمة واحدة فيها المشكلة. إذا بدأت المعركة معها فهذا سيعني أن العراق غير الضغوط الداخلية، ضغوط ثوار تشرين وضغوط الرأي العام، العراق يتعرض إلى ضغط دولي كبير. نعم. أنه عليكم أنتم كدولة أن تضبطوا حدودكم، تضبطوا حركة التجارة، تضبطوا حركة الأموال، حركة المسافرين، حركة المطارات والموانئ، وإلا فكيف يمكن للعالم والدنيا أن تساعد العراق في أن يتعافى إذا بقي بهذه الطريقة؟ يعني نعم. من أربيل كنت معنا الكاتب والباحث السياسي سرمد الطائي، شكرا جزيلا لك. من بغداد ينضم إلينا حدا المولى القيادي في تحالف القوى العراقية. السيد المولى أهلا بك على شاشة الحدث وضيفا مرة أخرى على برنامج حدث اليوم. إذا قرار بعدم السماح لأي جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح قرار للحكومة العراقية، للسيد الكاظمي، كيف تقيمون هذا القرار وقدرة الحكومة العراقية على تنفيذه؟ شكرا جزيلا. السؤال يعني مال حضرتك يحمل يعني معنى الإجابة، هل نحن أمام أزمة اتخاذ قرارات أم أمام أزمة إرادة لتنفيذ مثل هذه القرارات؟ قضية وجود السلاح المنفلت خارج إطار سلطة الدولة أصبحت قضية ضاغطة، ليست فقط على يعني القضية العسكرية ومساس لهيبة وسمعة الجيش العراقي صاحب التاريخ الطويل، إنما أصبحت مهددة للأمن والسلم المجتمعي، أصبحت مهددة لسمعة العراق الذين يعني تدهورت أمام كل العالم. يعني قبل منذ أيام حكومة السيد عادل عبد المهدي اتخذ قرارا فيما يخص إعادة هيكلة الحشد الشعبي، ولكن لا توجد إرادة حقيقية لتنفيذ مثل هذه القرارات. مثل يؤسفني أن أقول الشعب العراقي يتأمل خيرا بحكومة السيد الكاظمي، القوى الوطنية داعمة للسيد الكاظمي في أن يعيد هيبة الدولة ويسيطر تحديدا في ملف السلاح المنفلت خارج إطار سلطة القانون. ولكن أقولها بكل صراحة، اليوم تحدي هذه الأجنحة الميليشياوية واضح للدولة عندما يهان القائد العام للقوات المسلحة من أطراف خارجين عن القانون يعني التهجم عليه جهارا نهارا ومن خلال الصور والمساس بأقدامهم. نعم. لهذه الصور، أين إرادة السيد الكاظمي؟ نعم سيد الملا، تغيب يعني الإرادة أم تغيب الحدودية؟ القوة وقدرة الحكومة على فرض هذا القرار؟ القاعدة القانونية كمبدأ كنا ندرسه تمتاز بعنصر الإلزام. الحكومة التي لا تستطيع أن تنفذ قراراتها، نحن يعني لا نتكلم إذن عن سلطة، السلطة تعني القوة، القدرة على تنفيذ هذه القرارات. ولذلك خطوة جيدة يتخذ السيد الكاظمي اتجاه يعني تحرير العراق من مجرمين ميليشياويين أصبحوا يمسكون برئة العراق من خلال المنافذ الحدودية. نعم. وقلنا لا يمكن أن يحدث إصلاح في العراق دون تحرير هذه المنافذ الحدودية من هيمنة جهات حزبية مرتبطة بشكل واضح، أقولها مرتبطة بجهة خارجية هي إيران، ومحاولة تنفيس الأزمة الاقتصادية من خلال العمق العراقي، من خلال جعل هذه المنافذ الحدودية منطقة تنفيس للأزمة الإيرانية، بالإضافة إلى تمويل جهات تقتل أبناء الشعب العراقي. ولذلك أقول القرار جيد، لكن القرار هو مثل المعروف لا يعرف، يعني إعادة هيبة الدولة على المنافذ الحدودية ومنع الأحزاب. نعم، ولكن السيطرة على المنافذ الحدودية، ولكن القوات المسلحة العراقية بدأت بإحكام سيطرتها على بعض المنافذ بينها الحدودية مع إيران.
إذا سمحتي لي، يعني عندما يتخذ قرار اليوم في أنه تحرير، أنه لا نسمح لجهات سياسية في أن تسيطر على المنافذ الحدودية، يعني هل هي أكو دولة بالعالم أنهم المنافذ الحدودية يسيطر عليها من جهات سياسية حتى نتخذ مثل هكذا قرار؟ يعني هل 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 كانت هنالك حالة شرعية واليوم بمثل هذا القرار سيصبح وجود الأحزاب والجهات الميليشياوية في المنافذ الحدودية حالة لا شرعية؟ يعني هل القرار اليوم أنشأ واقع جديد كان مشرعا سابقا اليوم سيصبح غير شرعي؟ الواقع من الأساس هو غير شرعي، ولكن نحتاج مثل هذه المسألة لا تحتاج إلى قرارات، يحتاج السيد الكاظم يروح يعلق له شبقاءة ميليشيا حتى يسوي لهم درس ذاك الوقت اللي راح تتحرر به المنافذ الحدودية. أما المسألة باتخاذ قرارات وورق، السؤال هل هم يؤمنون بمنطق الدولة حتى يلتزمون بقرارات السيد الكاظمي؟ هل هم يؤمنون بمنطق القانون حتى يردعهم القانون؟ نحن نتكلم عن جهات خارجة عن القانون، خارجة عن منطق الدولة، ولذلك مثل هذه الجهات لا يمكن التعاطي معها. والله بأطلع لك أصدر لك قرار لو نعم سيد الملا، ولكن دائما النقاش في العراق فوق الدولة، دائما النقاش في العراق بهذا الشكل، هل المواجهة مع هذه الميليشيات تكون مواجهة حادة ومباشرة وربما تكون سريعة أم تكون بالتدريج؟ يعني شوفي، قضية التدريج بكل تأكيد المنطق الأساسي الذي يحكم فن الإدارة أو منطق الحياة، دائما أقولها مع زملائي أنه لا ننظر إلى الحياة 0 و100، هنالك مساحة من 1 إلى 99 جراجولي نستطيع أن نصل إلى النتائج، لكن هيبة الدولة لا تتحمل المساومة، لا تتحمل المهادنة، دماء العراقيين لا تتحمل المهادنة. اليوم العراق ليس لديه أموال يدفع رواتب إلى جهاز الوظيفي في مقابل أموال بالملايين تسرق من قبل قطاع طرق وخارجين عن القانون. في ظل هذه المعادلة لا نستطيع أن نتخيل مبدأ التدرج في قضية العلاج، لأن أرجع وأقول التدرج للذي يؤمن بمنطق الدولة ممكن أن أجد مقاربات معه، لكن عندما نتعامل مع جهات ترى نفسها فوق الدولة وفوق القانون وبالسلاح تفرض إرادتها، نعم، من لا يعجبها تقتله، والمتظاهرين الذين يمارسون الحق الأدنى من حقوقهم يقتلون بدم بارد. فمثل هذه الجهات لا أتصور منطق التدرج بالحل ممكن أن يؤتي بنتيجة. نعم، وإن غابت بالفعل سيد الملا، إن غابت بالفعل الإرادة عن هذه الحكومة العراقية للسيد الكاظمي، لما تتخذ أساسا هذه القرارات؟ الرسالة لمن؟ أنا باعتقادي القرارات في مثل هكذا حالات أشبه بالذي يعني درء الرمال بالعيون، يعني محاولة فقط أنه تسويق هيبة الدولة من خلال القرارات. ما زلنا نتأمل بحكومة السيد الكاظمي في أنها تملك القدرة والقابلية على فرض هيبة الدولة، لأننا نعتقد يعني أمام البديل سنذهب إلى مجهول لا يعني لا يحمد عقباه، نهايات سائبة. والشعب العراقي اليوم بشيعتهم وسنتهم وكردهم وكل المكونات الأخرى أصبحت تشعر بخطر هذه الجهات الميليشياوية، وترى أن ليس أمام حكومة السيد الكاظمي سوى أن يضرب بيد من حديد على كل من لا يؤمن بمنطق الدولة. أرجع وأقول نقدر ونثمن مثل هذه القرارات، لكن الواقع المأساوي العراقي بحاجة لإرادة وضرب بيد من حديد وليس إلى أوراق وحبر على ورق مع جهات لا يجوز لا حتى ما تعرف تقرأ وتكتب. نعم. يعني نتكلم عن جهات جاهلة خارجة عن القانون لا تؤمن بمنطق الدولة، هذه هل سيوقف جرائمها قرار يصدره أو تصدره الحكومة العراقية؟ أتمنى على السيد الكاظمي وهو يدرك ماذا أقول ويعلم من هذه الجهات ويعلم أنه كيف تأتي العصا لمن عصا. نعم، من بغداد كنت معنا حيدر الملا القيادي في تحالف القوى العراقية، شكرا جزيلا لك.